اليوم 4.36 عندك البصل 8.5 الحرف 20000 زرودية توسي 5000 اللفت 4000 طماطيش 6000 لوبيا 25000 طماطيش يكون تابعها بطلع كتوسي 6000 عاودنا الحين على 500 هذاك نورمال فهمتي ايه والاسعار راهي متواضعه الحمد لله راهي مليحه وكل شيء من هنايا عند كي البصل طلع البصل راه مفقود وكمل من علاش راهي كاع في شنفروه في شنفروه وعلاش سلع الشبه ما كاش علاش سلع الشبه ما كاش خاطرش خسر لهم كاع في الارض فهمتي كيف تسمى اللي تسمى ستوك اللي كاين حاجه قليله فهمتي والبطاطا البطاطا نجيبوا فيها في عين بسام على عين بسام كاين تاع واتسوف كاين تاع بيرين كاين تاع افلو بصح هذه على 30 على ثلاث سومه 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 السومه تاعها معقوله المنتوج كاين والطلب كاين المنتوج كاين والطلب كاين بزاف كاين بزاف 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 تقعد متواضعه ما عندها ما تزيد ما تهبط ما قادر تصب الشتاء ما دير والو فهمتي تريح هي الاسعار طلعت طلع ب 500 ماشي حاجه الفراك ما دا واش يدير ما يدير تسمى الحمد لله ولا غلا باه الدجاج اليوم دار 35 فيدي وبلا دار 26000 بون راه سمعنا هذه راه في انخفاض وفي في تزايد يطلع ويهبط بون عندنا الدجاج من عندنا لي كويس كاين تاع 25 14 5 كاين 38 كيلو ثاني وكاين جناحتين منا يديروا 20000 كيلو طالو حاب شغل ماش مستقر منتوج كاين راه كاين متوفر حاليا شغل مليح او لا باس طالب راه مستمر هاي راه مليح شغل يجوا الناس يجوا يقضوا ما على باليش يجوا طالب متزايد ان شاء الله كاين اقبال على المنتوج.